للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف امين سر مجلس شيوخ عشائر الثوره العراقيه الشيخ يحيى السنبل. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. تجدد التظاهرات في البصره، كيف ترى انطلاقه هذه التظاهرات؟ اخي الكريم احييك واحيي مشاهدي قناه الرافدين. اهلا بكم. التظاهرات التي تتجدد في البصره والمحافظات الاخرى هي نتيجه حتميه لحاله الياس والاحباط التي يعيشها الشعب العراقي بشكل عام بسبب هذه الحكومات البائسة ومجلس نواب ناهب لخيرات العراق ومفرط بكل شيء في العراق سوى امتيازاتهم وسرقاتهم الشخصية والحزبية. حالة التخريب بدأت منذ اليوم الأول للاحتلال وفق برنامج متفق عليه، بدأ بحل الجيش والأجهزة الأمنية والإعلامية، ثم تلاها بتدمير وتخريب الوزارات والمؤسسات وفتح الأبواب أمام الفوضى الخلاقة التي أعدتها أمريكا وفق دراسات مراكز بحوثها. العراق الذي يعد من الدول الغنية في الشرق الأوسط إن لم يكن الأول فيها، والتي تربو ميزانيته السنوية على أكثر من 100 مليار دولار، لا يوجد فيه كهرباء ولا مشاريع ماء صالحة للشرب، إضافة إلى تخريب تلك المشاريع التي كانت تعمل قبل 2003 وبقي جزء منها يعمل. إضافة إلى ما تم تدميره وتخريبه من كافة مشاريع البنى التحتية بسبب الحرب التي شنتها أمريكا، ومن بعد ذلك ما حدث من فوضى وانفلات أمني كبير برعايتها قامت بها إيران وميليشياتها في العراق. هل من المتوقع المواطن العراقي هل من المتوقع أن تتسع رقعة هذه التظاهرات؟ حتما أخي الكريم، هذه التظاهرات سوف تتصاعد بسبب هذه الطغمة الفاسدة التي أحاطها المحتل بسياجات كونكريتية لتعيش معزولة عن الشعب ولتفرط بمقدرات العراق، وفصل لها نظام سماه ديمقراطي ليتبع به شعوب العالم. المواطن العراقي بدأ لا يحصل حتى على بطاقته التموينية التي كان يأخذها قبل الاحتلال، إلغاء مجانية التعليم ومجانية العلاج ومراجعة المراكز الصحية، كل هذه الأمور جعلت المواطن العراقي في حالة يأس وخيبة أمل مما جرى ويجري طوال 16 عاما من عمر الاحتلال وحكوماته التي نصبها. نعم، التظاهرات تطالب بمحاسبة الفاسدين وتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل. سقف مطالب المتظاهرين إلى أين سيصل؟ أخي الكريم، هذه التظاهرات التي تطالب بمحاسبة الفاسدين هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ولكن هل هناك من يسمع؟ لا حياة لمن تنادي. مجلس النواب وما تسمى هذه الحكومة سادرين في غيهم وفي امتيازاتهم وفي سرقاتهم وفي تأمين أحوالهم وأحوال أحزابهم. هم ليسوا بحالة هذا المواطن البسيط الذي فقد كل مقومات الحياة والعيش الكريم في العراق، لذلك هذه حالة الخيبة التي يشعر بها جعلته يخرج بهذه التظاهرات، وممكن أن تتحول هذه التظاهرات مستقبلا إلى أعمال أخرى من أجل أن يأخذ المواطن حقه من هذه الحكومة البائسة ومن عمليتها السياسية الفاشلة. نعم، في التظاهرات السابقة بعض الوعود وبعض فرص العمل قتلت التظاهرات، يعني هل سيقبل المتظاهرين بترضيات الحكومة في بغداد؟ حتما إن الحكومة تعمل على تخدير الشعب بهذه الوعود الكاذبة منذ 16 عاما من أجل أن تتجاوز هذه المرحلة في عدم الوصول إلى حالة من المواجهة مع الشعب. ولو أن حكومة الاحتلال في زمن المالكي قد واجه هذه التظاهرات بالقوة وبالحديد والنار ورفض حقوق إعطاء الحقوق للناس، فهذه الوعود التي تطلقها الحكومة هي وعود كاذبة وبائسة لا يمكن أن تقنع الشارع العراقي الذي يوما بعد يوم يعرف بأنه أمام خديعة كبرى
قد ورطته بها أمريكا تحت شعارات التحرير وتحت شعارات الخلاص في وقت قد دمر العراق وتحرق الآن المزارع مثلما سممت الأسماك وتسمم الأغنام ويقضى على كل معالم الحياة في العراق. الشيخ يحيى السنبل أمين مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.